أهلا وسهلا بكم في الصف السادس الأساسي. درسنا اليوم درس قراءة من المحور الأول في كتاب القراءة العربية بعنوان حكاية لملك السندباد. لهذا الدرس أهداف: على المتعلم أن يقرأ صورة الدرس ويتوقع الأحداث، أن يقرأ النص قراءة سليمة، عليه أن يفهم النص فهما مجملا ومفصلا، أن يملأ خريطة القصة وبنية السرد القصصي، ألا يتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، أن يحذر غدر الأعداء والشريرين. نذكركم ببعض الإرشادات والتعليمات: حفاظا على تركيزكم، يجب عليكم أن تجلسوا في مكان هادئ، أن تنتبهوا لتوجيهات المعلمة، أن توقفوا الفيديو عند التفكير تمهيدا للإجابة بانتظار إجابة المعلمة، أن تقارنوا إجابتكم بإجابة المعلمة. والآن بعد أن تعرفنا إلى الأهداف، سنبدأ بقراءة صورة الدرس. تأملوها جيدا واربطوها بالعنوان. ماذا ترون في هذه الصورة؟ في الجزء الأول منها، من ترون؟ فارسا على ظهر حصان، ثيابه إلى ما تشير، غزالة، ماذا يحمل في يده؟ هل تستطيعون تحديد المكان؟ نعم، غابة، لأن فيها أشجار كثيرة. ما الحدث الذي يجري؟ ومع من؟ هل الصورة الأولى مرتبطة بالثانية؟ انتقل إلى الجزء الثاني من الصورة. ظهر معنا طائر يرفرف بجناحيه، وهذا الفارس ترجل عن فرسه حصانه وكأنه يكلم الطائر. في هاتين الصورتين، هل هناك ما يشير إلى الزمن؟ يعني في أيامنا هذه، هل ترون شخصا يضع ريشة في قبعته؟ هل ترون من يصطاد بالقوس بالسهم؟ فإذا هذا المشهد مشهد نتعرف إليه، إلى تفاصيله في النص. حكاية الملك السندباد. حكي أن ملكا من ملوك الفرس كان يحب التنزه والصيد، وكان له باز لا يفارقه حتى في رحلات الصيد، وكان قد صنع له إناء من الذهب علقه في رقبته ليسقيه منه. وبينما الملك جالس ذات يوم، إذا بأمير الرخة يقول: يا ملك الزمان، هذا أوان الخروج إلى الصيد. فأمر الملك بالخروج، وأخذ الباز على يده، وساروا جميعا إلى أن وصلوا إلى واد، فضربوا فيه حلقة الصيد، وإذا بغزالة وقعت فيها. فقال الملك: كل من وثبت الغزالة من فوق رأسه ونجت قتلته، فضيقوا عليها الحلقة. دنت الغزالة من الملك، فوقفت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تريد تقبيل الأرض أمامه، فطأطأ لها، وإذا بها تثب من فوق رأسه وتنطلق هاربا.
التفت الملك إلى رجاله فوجدهم يتغامزون، فقال لوزيره: ماذا يقول هؤلاء؟ فقال: يقولون إنك هددت بالقتل كل من تقفز الغزالة من فوق رأسه. فقال الملك: والله لا أتبعنها حتى أجيء بها. وجرى الملك وراء الغزالة ولم يزل يتبعها حتى وصلت إلى جبل من الجبال، فأرادت أن تعبر إليه، فأطلق الباز وراءها فأخذ يلطمها في عينيها إلى أن أعماها ودوخها، فضربها الملك بدبوس فقتلها، ثم ذبحها وسلخها وعلقها بسرج جواده. وكان الحر شديدا والغابة مقفرة لا يوجد فيها ماء، فعطش الملك وعطش الحصان، ورأى الملك شجرة تتساقط منها قطرات من الماء، فأخذ الطاسة من رقبة الباز وملأه من ذلك الماء وأدناه من فمه ليشرب، وإذا بالباز يلطم الطاسة فيقلبه. أخذ الملك الطاسة ثانية وملأه من ذلك الماء وقدمه من الباز ليشرب، فلطمه مرة أخرى، فانقبض الملك من الباز وقام للمرة الثالثة فملأ الطاسة ماء وقدمه للحصان، فقلبه الباز بجناحه، فقال له الملك: يا أشأم الطيور، حرمتني الشرب وحرمت نفسك وحرمت الحصان. وضربه بسيفه فرمى جناحيه، وأخذ الطاس ليملأه من جديد، وإذا بالباز يصرخ ويشير برأسه إلى أعلى الشجرة، فرفع الملك بصره فرأى فوق الشجرة حية كبيرة يسيل سمها، وإذا الماء الذي يملأ الطاسة قطرات من السم، فعرف عند ذاك لماذا منعه الباز من شرب الماء، وندم على ضربه وقصي جناحيه، وعاد بالغزالة إلى القصر فأعطاها للطباخ ليشويها، ولم يكد يستقر في مكانه حتى انتفض الباز ومات. فبكى الملك حزنا عليه لأنه قتله ظلما وقد خلصه من الهلاك. والآن نأتي إلى شرح بعض المفردات الغامضة. أوان الصيد أي وقته، وضع إناء في عنقه أي وعاء. أمير الرخة، من هو أمير الرخة؟ هو أمير الطير، الرخة هي أنثى الطائر. ضربوا حلقة في الوادي أي أقاموا على شكل دائرة. ضيقوا عليها الحلقة على الغزالة أي حاصروها. دنت الغزالة من الملك أي اقتربت. طأطأ الملك لها ظنا منه بأنها ستعتذر أي انخفض أمامها. وثبت الغزالة أي قفزت، نجحت حيلتها، هربت. يلطم يضرب، أطلق الباز فراح يلطم عينيها أي يضرب عينيها حتى دوخها. انقبض الملك من صنيع الباز أي غضب منه، وندم على قتله الملك الذي أنجاه من الهلاك أي أنجاه من الموت بسبب السم الذي كان سيشربه. نصل الآن إلى أسئلة حول فهم النص. السؤال الأول: أين وقعت أحداث هذه القصة ومتى؟ وقعت أحداث هذه القصة في بلاد الفرس في الزمن الماضي، وهذا ذكر في المقدمة، حددنا الزمان والمكان. السؤال الثاني: لماذا ضرب الملك وصحبه حلقة الصيد؟ لماذا؟ ماذا يريدون؟
ضربوا حلقة الصيد ليصطادوا الغزالة. بما هدد الملك مرافقيه؟ هددهم بالقتل. كيف هربت الغزالة؟ وما كانت ردة فعل مرافقي الملك؟ لجأت الغزالة إلى الحيلة فتغامز مرافقوه عليه. من ساعد الملك على اصطياد الغزالة؟ وكيف؟ الباز هو الذي ساعد الملك على اصطياد الغزالة بأن لطمها في عينيها حتى أعماها ودوخها، فضربها الملك بدبوس فقتلها. لماذا بحث الملك عن الماء؟ وأين وجده؟ بحث الملك عن الماء لأنه عطش ووجده في شجرة. ماذا فعل الباز ليمنع الملك من شرب ماء في الوعاء؟ لطم الباز الوعاء فقلبه. كيف كافأ الملك الباز؟ هل علق له ميدالية مثلا؟ لنرى، فكروا. ضربه بسيفه فرمى جناحيه. عندما بدأنا بطرح الأسئلة حددنا زمان ومكان القصة. الزمان والمكان والشخصيات تأتي في مقدمة هذه القصة، وكل قصة لها راو، مثل هذه الجدة التي تروي لأحفادها. هذا الراوي ممكن أن يكون داخل القصة أو خارجها. نصنا الذي قرأناه حكاية الملك السندباد بدأ بكلمة حكية، يعني الراوي غير موجود في النص، ليس هو نفسه الكاتب. ما هي القصة؟ القصة هي فن أدبي يعالج قضية من قضايا المجتمع وقضايا الحياة من خلال مجموعة من العناصر التي تشكل هذه القصة. طيب ما هي هذه العناصر؟ العناصر هي مؤشرات. كيف أعرف بأن النص قصة؟ من خلال عدة مؤشرات. من هم أبطال القصة؟ أنا تعرفت إلى الشخصيات. متى وقعت؟ حددت الزمان. أين وقعت؟ حددت المكان. ما هي المشكلة؟ هذه المشكلة تبدأ بالتكون منذ الحدث المبدل حتى نصل إلى العقدة. عند العقدة يبدأ العد التنازلي للأحداث، يعني تخف هذه الأحداث حتى نصل إلى الحل. بعد أن تعرفنا إلى عناصر القصة وتعريف هذه القصة وأن لها راوٍ، نسأل ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا قراءة صورة وتوقعنا أحداثها. تعلمنا قراءة النص قراءة سليمة. تعلمنا أيضا فهم النص فهما مجملا، يعني بشكل عام كلي. وأيضا تعلمنا اكتشاف نوع النص. وأخيرا وصلنا إلى الواجب البيتي. ماذا لدينا؟ قراءة النص ملتزمين أسس القراءة السليمة من صوت واضح، إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وصل وفصل، التوقف عند علامات الوقف والتسكين. ثانيا قراءة شرح المفردات وأسئلة فهم النص وتعريف القصة. وهذه مراجعنا: الكتاب المدرسي والرسوم التي أحضرناها من الإنترنت. ألقاكم في الجزء الثاني من الدرس في حصة قادمة. دمتم في رعاية الله.